طريقة تقسيم الأضحية، الطريقة الشهيرة المتوارث عليها واللي احنا كلنا عارفينها دي، على اللي هي التلت والتلت والتلت، ده تقسيم الأضحية ده من باب الاستحباب. يعني لو انت عايز تعمل حاجة تانية براحتك، يستحب للمضحي انه ياكل منها وانه يطعم وانه يدخر، مفيش مشكلة. والمولى سبحانه وتعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقوله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يبقى الإنسان بحسب هو عايز يقسمها إزاي. ولما حتى الحديث اللي هو وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد، وهو بيحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية ابن عباس رضي الله عنه، بيقول إذا ضحى، أو فيما رواه إنه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحية. إن إحنا من السنة بنرجع نذبح، وإن إحنا بنعمل الذبائح دي، وإن إحنا نأكل من هذه الأضاحي، من السنة إن إحنا نفعل ذلك. مسألة التقسيم إنه يتصدق زي ما قال العلماء، الأفضل إنه يتصدق بالتلت ويتخذ التلت والباقي بقى هيوزعه، أو بسبب إنه هيستضيف حد أو إنه هيطلع للأقارب والأصدقاء، كل ده بحسب ما يريد الإنسان. التقسيمات دي على الاستحباب مش واجبة عليك. افرض أنا عايز أخد نص، والنص التاني عايزة أعمل بيه مثلا أطلع للفقراء وأطلع للأصدقاء والقرابة كما تشاء، عايز أخد أكتر من النص، المهم تطعم الفقير وتوالي القرابة وتوالي الجيران، لأن ده صنيع خير أنت بتعمله وقربة، وبتقوم بتؤدي هذا النسك، ولابد أن تؤدي حق الله وكذلك تكرم العباد، لأن ده من باب من الحكم التي شرعت من أجلها الأضحية التوسعة على الناس أجمعين اللي حواليك الجيران. والآية الكريمة حصرت حتى اللي هيقف يمر من عليك كده من غير ما يسألك، بس مر من عليك ادي. يعني هو يوم الفداء ويوم العطاء، يوم الفداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، وفي ذات الوقت هو يوم العطاء. صحيح صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي عليه الصلاة والسلام، وإنه قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال، الناس اللي بتيجي يسألوا بيه الثلث. لكن هذه المسألة أنت فيها على الاستحباب كما قال العلماء، لا تجب عليك تقسيمات. هو كان بيعمل ثلاث أكوام، ثلاث حاجات، الكل كومة ممكن تكون واحدة أقل من التانية أو أكثر من التانية، فأنت كما تشاء في الأضحية. لكن لا تنسى الفقير، لا تنسى القرابة، لا تنسى الجيران، لا تنسى الأصدقاء. هو يوم الفداء ويوم العطاء.